وطالب بايدن الجيش الأفغاني بالتحلي بعزيمة القتال، موضحا أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 1,000 مليار دولار في 20 عاما لتدريب وتجهيز أكثر من 300,000 جندي أفغاني، مؤكدا أن الأمريكيين سيفون بوعدهم لدعم الجيش الأفغاني لوجستيا وماليا. من كابول ينضم إلي مدير قسم العلاقات الدولي في جامعة كردان فهيم سادات. أهلا بك سيد فهيم. ما الذي يعنيه سيطرة طالبان على معظم المدن الشمالية، وما هي فرص سقوط اليوم مزار شريف تحت أيدي الحركة؟ شكرا لك. في الأساس طالبان سيطرتها على شمالي البلاد خطرة، لأن في المرة الأخيرة التي سيطرت فيها على أقاليم في الشمال لم تتح لها السيطرة على المنطقة بكاملها، ولكن هذه المرة هناك إمكانية أو فرصة أمامهم لأيضا السيطرة على كابول. ومزار الشريف الآن قيد الاعتقال في أحد الأقاليم المهمة جدا التي تسيطر عليها الحركة. طيب، الرئيس أيضا زار مزار الشريف وحاول أن يجذب الأطراف إلى جانبه. سيد فهيم، إن كنت تسمعني، عن أي مفاوضات اليوم نتحدث؟ القائمة في الدوحة على ماذا تبنى؟ ونحن نتحدث عن يعني توسع متسارع لطالبان في المدن الأفغانية وفي معظم ولايات الشمال. ما أسس هذه المفاوضات؟ كانت هناك الكثير من اللقاءات بين طالبان والأطراف الحكومية، والمفاوضات يجب ألا يوقفوها دفعة واحدة. يجب إيجاد على الأقل حل سياسي واحد بما يخص الصراع الأفغاني عن طريق المفاوضات. وما يحدث الآن لا يوحي بمحادثات أفغانية، بل هو نداء من روسيا التي تحاول أن تطرح وضعا أسهل أو حلا للصراع. نعم سيد فهيم، يعني اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أنه ليس بنادم على انسحاب قواته من أفغانستان. على ماذا تعول اليوم الحكومة الأفغانية للهروب من سيناريو الوقوع تحت أيدي طالبان؟ والجيش الأفغاني هو الذي تدرب على يعني أخذ الأسلوب الأمريكي في مواجهة طالبان لمدة 20 سنة. على ماذا تعول اليوم الحكومة الأفغانية ولأين سوف تذهب؟ الشأن الملح هو الأمني، ليس بسبب ما يحركهم وليس المبادئ، ولكن المصالح الموجودة داخل أفغانستان. والولايات المتحدة لديها قوة وهي تنافس روسيا بما يخص الصراع الأفغاني. وكما يبدو هناك مفاهمات بين
الحركة والأطراف التي تحاول التوسط، ولكن مع استمرار الحرب على الرغم من لانسحاب الولايات المتحدة والقوى الأجنبية، يجب أن يجدوا حلا مشتركا. مدير قسم العلاقات الدولية في جامعة كيردن فهيم سادات، شكرا جزيلا لك، حدثتني من العاصمة كابول.